مش لاقية وقت لنفسي، أنا مظلومة ومحطوطة جوه طاحونة. وتلاقي في الوقت نفسه صفحات كتير وناس كتير بتقولك لا لازم تحب نفسك، لازم تصحي بدري وتقعدي شوية تعمل سرير فطار قصدي وتقعدي في السرير وكلام كده كتير. طب يا ترى هعمل ايه ولا ايه؟ طب تعالى اقولك على حاجة، خلينا الاول نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لأبي وأمي وأمهات المسلمين أجمعين. ونفكركم بالأربع أيام اللي فاتوا التحديات، أول يوم حوض نظيف وزي الفل، تاني يوم بنجهز لبس كويس ومريح لشغل البيت وما بننساش غسل سناننا وصلاة الضحى ونسرح شعرنا، تالت تحدي معانا كان فك الارتباط بيننا وبين الموبايل على قد ما نقدر، ورابع تحدي معانا كان البرنامج الصباحي ونحضر ايه فيه عشان يكون برنامج جميل ومثمر. منظر مش غريب بالنسبة لنا، نشوفه كتير وطول النهار بيكون ورانا تحديات وحاجات وبنجري نرتب ونعمل مهما كان المكان معمول، وما بيكون معانا أطفال بيبقى الوضع أصعب شويتين ثلاثة، بس خلينا نفتكر إنهم في يوم هيكبروا وفي يوم المنظر هيبقى بالشكل الجميل ده. عشان انتي تفضلي مكملة في المسيرة الحلوة بتاعتك لازم تشحني طاقتك، لازم تشحني طاقتك. خطوة النهاردة بتاعت فلاي ليدي شغل البيت لعبتي مع مروه حماد بتقولك لازم تشحني قبل ما تبدأي، ما ينفعش حد هيطلع بعربية قبل ما يتأكد ان فيها بنزين. البنزين بتاعك هو صحتك الأساسية، صحتك البدنية وكمان صحتك النفسية، عشان كده الخطوة بتاعت النهاردة انك تشحني طاقة إيجابية. مش بس طاقة إيجابية، لا انت لازم تاكلي كويس، لازم تفطري حلو جدا عشان تقدري تكملي بالجمال دوت. ايوه ما فيهاش مشكله لو صحيتي بدري وعملتي فطار لنفسك وقعدتي اكلتي بروقان، ده في حاله ان الولاد في المدرسه، لكن بصراحه احنا بنكون مستمتعين وهم معانا خلال اليوم. على القناه قدمت وصفات كتير قوي 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 للفطار السنجل بالمقادير بتاعته المظبوطه، فطار صحي وما بين فطار دسم فطار شعبي، هتلاقي وصفات كتير ومشروبات كتير، وهحاول اسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف. افطري كويس عشان تقدري تكملي بطاقه وبنفس، بلاش تاكلي بقيه السندوتشات او اي لقمه وخلاص وفجاه تلاقي نفسك وانت شغاله خلال اليوم تعبتي ومش قادره تكملي ومصدعه ومش عارفه في ايه. عدم وجود الطاقة بيسحب كتير منك. كنت بتفرجي ما تنسيش تسيب بصمة بالاستغفار والصلاة على الرسول، وتابعينا التحدي الجاي ان شاء الله.